مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة وتكونوا مهنيين. اليوم جبت لكم معايا روتين بزاف بزاف هايل ومميز وفيه زوج مفاجآت، ان شاء الله يعجبكم. وان شاء الله كما قلت لكم ما حبيت نطول عليكم الغيبة باسكو شفتكم كامل كامل في التعليقات ما يعجبكمش الحال، كي نطول عليكم ولا غير تعليقاتكم هما اللي داروا لي الكوراج. نبداو بالمفاجأة الاولى بالنسبة للبنات اللي دائما يقولوا لي ماما كدير بزاف صوالح شابين، دير حوايج تاع الخياطة شابين، وصفات التحية عجبوكم. راهي واخيرا فتحت لكم قناة باش توري لكم الوصفات صوالح اللي تعرفهم كامل، ما تبخل عليكم بحتى حاجة. قناة تاع ماما واسمها عالم للإبداع فاتي. نحط لكم الرابط في أول تعليق مثبت ونحط لكم في صندوق الوصف، إن شاء الله تدخلوا للقناة ديالها وتدعموها وهكا باش تفرحوها وتشتركوا عندها وديروا لها جيم إن شاء الله. ماذا بيا كامل اللي يحبوا يسامي يروحوا القناة تاع ماما وتدعموها. شوفوا في كل خطرة نحط لكم اللوليان تاعها، الرابط تاعها باش تجيكم سهله. نبداو لا روتين تاعنا على بركه الله. هنايا مع الصباح نشرب قهوتي تاع الصباح، هنا كيما شفتوني المره اللي فاتت قلت لكم درت خبزه تاع بسكوتشو عاديه كيما تاع الزمان، شربت قهوتي الله الله، ومن بعد خرجت للبالكون شفت هذوك لي بلانت ديالي، عطيت لهم وقتهم سقيتهم شويه، مع العلم اني ما نحبش نسقي النباتات ديالي مع الصباح. شوفوا ما تضحكوش على لي بو ديالي، وحده فيها بطاطا تاع السمن، وحده فيها البطاطا الحليب تاع وليدي. راني مديسيديا ان شاء الله ندير لهم وقت مخصص لهم، نبدل لهم كاع لي بو ديالهم ان شاء الله. وتاني حابه هاد النبته شريتها جديده هاديه، كي رحت لماما هاد الخضره وما صورت غير شويه، بعد نوري لكم واش حاجه طيبت لي وكامل. وكما قلت لكم اسقيت النباتات ديالي، عطيت لهم وقتهم، نعتني بهم. وهذا ما كان كما قلت لكم عندي هذا الركن ان نحبو بزاف تاع الاعتناء بالنباتات ديالي. ودو كان خليكم مع المفاجاه الثانيه واللي هنا حبوباتي راح نوري لكم هذا الصالون، يعني اول مره راح نوريه لكم، ماشي خبيتو عليكم ولا مي، كانت فيه الخرده بزاف كما قلت لكم كان معمر بالخرده. واول حاجه اللي ما حبيتش نوري لكم عليها، اول حاجه كانت فيه الخرده بزاف، والحاجه الثانيه لا كولور تاعو شويه يعني داري كامل لي كولور تاعها عيانين، راه اللي كي جاي صبغ صبغهم كارثه. انا قلت لكم صبغتهم في الكغي في الباج، هادو مالي كولور ما في البلون ما يدي مود ما يدو ما يدي مود. شوفوا فوالا دوكاتي كانايا فرغت كامل هاد الصالون. عندي هاد لي فوتي كنت جبتهم كي جيت عروسه، جايين باج بالمارون، فيهم زوج تاع لي بوف وفيهم لي ستور. مي لي ستور لهنا كيما شفتوا يعني قلت له راجلي راهو خدام ما يقدرش، يعني راهو مسافر بعيد، قلت له كي تجي زيد طلع لي هادوك شويه باش لي ستور ديالي ولا لي بانو يجوني سوا سوا. دوك الحاجه الاولى اللي نديرها نغسل هادوما لي بورت بورت بالكون هدايا، نقيه بالطبع، ومن بعد نقي هادوما الحيوط باسكو ما نكذبش عليكم ملي تزوجت ما مسحتهمش، كنت نمسح كل البيوت الاخرين، مي هاديكم كانت فيها الخرده ما نحبش نعيي روحي فيها باطل. وعندي تاني تمنى هاد لا تاب اللي كنت شفتوها في بيتي، لي تاب جيغو هادوك عندي زياده، قلت دوك نقيها كامل، نقي الباب يعني كل حاجه نسيه كيفاش نقيها. هاد الصالون هاوليك الشكل ديالو كيفاش جاي، هنا في حيط شغل بدور. انا مانيش عارفه، انا كنت حابه ندير لي فوتي ديالي اللي جايين في الال نحطهم لهنا، مي خفت لي كولور شويه ما يجونيش، قلت معليش نسيه نحط غير هادو. من بعد تيك كما قلت لكم دوك نقيها، مش راح نشارك معاكم كلش كلش باسكو على بالي حتدي لي الوقت. مام هذيك اللوستخ ثاني راهي مدوده سكتو برك، انا نسي قلت بالك ندير هكا نسقمو شويه بالك يهديه ربي يروح يصبغو، باسكو ما حبش هو كي يكون خدام يجي يقول لي نحب نروبوزي. شوفوا فيها فيهم هادوما الناس داري كي بنين دايرينهم كامل، هادو تاع الفيوزات اون ديغي كامل لي شومبر، مي هذايا شوز احنا دايرينو صالون، زعما كنا مديسيدين بلوتار نديروه صالون. مانيش عارفه هادو كيفاش ندير لهم، نسيي كما قلت لكم ندير تغيير بسيط بالابسط الاشياء اللي عندي. ولا هنا البنات كما راكم تشوفوا واش درت، غسلت هاد لي بورت بالكون،
وتاني توجدرت صيغت هذاك البالكوني عندي جاي طويل لبرا، هذا جامي وريته لكم هدايا. وتاني تنقيت هذا الباب، دوكا قعدوا لي الحيوط اللي مازال ما نقيتهمش. دوك شوفوا واش درت بدون حاشاكم، درت فيه الاومو ولا جافيل باش باسكو راهم مدودين، واومو ديروا فيه اي نوع تاع لافصول ولا اللي نسيقوا به لاف باش البيت تاعكم تخرج نقيه. وهذوك لي فوتي تاني دوك نجبدهم كاع بلاسبيراتور ونقيهم بهذيك الخلطه اللي نديرها. وتاني عندي هاد المبل تاني دوك نقيه، هاد لي تابل جيغون تاني دوك نقيهم، يعني نوري لكم كلش نقي. مين نتوما دبروا عليا اسكو ندير هنا هاد لي فوتي اللي وريتهم لكم هادوما مع لي ستور تاعهم دايين اسورتي، وندير تابي لهنا ولا ندير لي فوتي اللي راهم في الصالون تاعي هذاك الاخرين اللي جايين ال، وهادوما نديرهم في الاول. نتوما دبروا عليا ولا هنا كما راكم تشوفوا راني نسيق مع ولادي ستار. اوقف ماما طحت، اوقف. درت لهنا كما راكم تشوفوا درت الرغوه بالاومو كامل، رغونت كامل الكولوار ديالي. دوك نوري لكم ولادي راهم يعاونوا فيا لهنا، يعني نخليهم دائما يعاونوني. وهذا البالكون اللي درت له لي زهرات هاوليك، استنى استنى تشوف بعد هاوليك. ولا هنا راني حاطه هذوك لي بلونت ديالي، من راني حاطه نص هنا ونص في البالكون الاخر. هذا البالكون هاولي كيفاش جاي، جاي طويل. وهنا هذاك الصالون نقيته معاكم. هذا البالكون كنت كاع مانيش مستغلاته، كي درت له هكا فريمون ساعدني بالبزاف. ولا هنا بعد لي كملت شغلي كامل، ما وريت لكم الشكل النهائي تاع الشومبره حتى الصالون هذاك، زعما حتى الفيديو الجاي راح نشارك معكم تقبه عاديه تاع زمان. درت 3 كيسان تاع السميد يكون متوسط تاع المتقبه. تقدروا تكبروا الكميه ديروا بول تاع الشربه. ودرت مغرف كبيره تاع السكر، ودرت ملعقه مليحه معمره شويه مليح تاع الملح. كيما على بالكم المتقبه لازم تجي شويه مالحه باش تجي بنينه. بالنسبه لليدا درت كاس ناقص صبع باش ما تجينيش مبسه بزاف، ناقص كاس ناقص صبع تاع الزيت. درت شوفوا مغرف كبيره تاع الزبده درتها في الكاس، وكملت عمرت الكاس بالزيت ونبسسها بيان. ندخل هذاك السميد مليح في هذاك اليد باش المتقبه تاعي تجيني مبسه وتجيني طريه وتجيني تدوب في الفم. لازم ندخلوها بزوج يدين، انا كوم يعني كنت نفيلمي وكامل ما نقدرش نوسخ يديا لزوج باليدين باسكو من بعد ما نقدرش نحبس الكاميرا تاعي. كما قلت لكم ندخلوها مليح مليح في بيدينا، يعني الوصفه تاع زمان هذه. انا ولا غير ما نكذبش عليكم انا نديرها عيني ميزاني، مي قلت عندي مشتركات يحبوا الوصفات بالضبط مقادير مضبوطه، سي بوغ سا درت لكم هكا. وهنايا بعد لي يعني هذاك لي دام دخل بيان، نبداو نبلو في المتقبه ديالنا. شوفوا نبداو نشمخوا فيها حتى نحسوها باللي بدات تنطم. كي نحسوها باللي بدات تنطم وحتولي لنا على يعني ما تلحقش المرحله تولي لنا على شكل كره، نغطيوها ونخلوها حوالي 10 دقائق. كي نخلوها 10 دقائق نزيدو نشمخوها. هاد المرحله بزاف مهمه باش المتقبه ديالكم تدي حقها في الماء وما تجيكمش تتفتت، تجيكم شغل يابسه كي تكونوا تاكلوا فيها. هنا شوفوا هاي ليك، يعني ماشي حتى نطمت لي مليح مليح بالماء. دوك نغطيها، نغسل يديا من لي دام هذاك، نرفد كاش ما حطيتهم، ومن بعد نكملوا نشمخوها. هنا حوالي 10 دقائق بعد لي ريحت، دوك نزيدو نشمخوها بالماء. شوفوا كيفاش ولات يعني شربت. كيما على بالكم السميد يشرب بالبزاف، خاصه هذايا اللي يكون مويان. دوك نزيد نواسيها بالماء. تقدروا ديروا لها المزهر، اللي يحب الكوت على المزهر ديروا المزهر والماء وطموها، تجي تاني بزاف هايله. هذه تقدروا ديروها كي تجوكم ضياف مع العشيه تم توجدوها. هنا كما قلت لكم نشمخوها حتى تحصلوا على كره، حتى نولوا نشكلوا كره ويجينا هذاك السميد كامل يعني منسجم مع بعضه. دوك نوري لكم الشكل تاعها كيفاش يجي. هنايا هذا هو الشكل تاع هاد لابول كيفاش تولي، لازم تولينا على هذا الشكل.
هنا عندي هاد لا بلونش دايرتها سبيسيال للمثقبه، دائما ندير فيها المثقبه. وهنا باش المثقبه ديالكم تجيكم هكا ليس ما تجيكمش هذوك التشققات، ديروا كيس بلاستيكي من الفوق وحلوها بالحلال. انا نحلها بالحلال، ما نقدرش نحلها بيدي باش ما تجينيش هذوك لي تراس تاع صبعتي. وكامل هنا نقطعوها مربعات مقروطات كيما تحبوا نتوما. انا قطعتها مربعات باش المثقبه ديالي ما نخسرهاش بزاف، ما يقعدوليش هادوك لي شوت تاع الطرف من ومنا بزاف. هنايا نقطعوها هكا مرصوات ونخلوها في هذه لا بلونش تاعها. كي نكون حنطيب نرفد الكميه اللي حنطيبها. وحاجه اللي ناكد لكم عليها، غطوها بكيس بلاستيكي اللي حليتو به باش المثقبه تاعكم ما تولي لكمش ناشفه كي تجو ترفدوها. يعني سييت نمد لكم كامل النصائح تاع هاد المثقبه، ان شاء الله ديروها وان شاء الله تنجحوا فيها. للمبتدئات على بالي كاين معايا مشتركات كبارات يعرفوا، مي معليش كيما نقولوا بالك نفكروهم، بالك دي فوا ينساو الحاجه حنا نفكروهم. يعني هذا هو الغرض تاعنا من القنوات هذوما، ما نكذبش عليكم. انا دي فوا ولا نحجز نولي ما نقدر ندير حتى حاجه، مي كي نشوف كاش يوتيوبرز ولا دارت عفسه ولا نقول انا تاني لازم شوفوا هذاك اللي عجز وهذاك التفنين يحكمنا كامل. ماشي حنا زعما كي عندنا قنوات زعما حنا ما نعياوش، ما دائما عندنا القانه باش نخدمه، ولا غير دي فوا نحب خبزه تاع مسكوتشو نعجز عليها. يعني خاصه كي يكون نعيا مع ولادي وما نرقدش بيان في الليل وكامل. ومن بعد طيبتها في هذا المري. انا ما عنديش طاجين الشباب تاع هذاك تاع الطين، عندي واحد جابو لي راجلي مي ما يطيبش كما يحب الخاطر. طيبت في المري وهذاك زهري كي بديت نطيب اليوم جا الريح في البالكون. دخلت الطابونه لهنايا للكوزينه وطيبتهم على نار متوسطه، ماشي قليله وماشي قويه. هنايا راجلي كان برا مع الجاط، طيبت له قهوه وشربنا القهوه هنايا في البالكون. لهنا كنت مازال ما جبتش الطابله هذيك الكبيره ديالي، شربنا غير في هذه الميده الصغيره، شربنا قهوتنا تاع العصر بالطبع. ودوكا ندوزو للعشاء. بون البنات، لهنا راح نوري لكم المنيو تاع العشاء تاع نهار اليوم واش راني دايره. هنا جبت هاد الحبه تاع الدوغات كانت عندي في الكونجيلاتور، يعني السمك تقدروا تجمدوا عادي. كي درت الخطره اللي فاتت قعدت لي حبيبه، قلت نخبيها كيما نصيب الشواش ندير نلقاها واجده. جبتها في وقت لاسيست وخليتها دي كونجلات، درت لها شويه تاع الزيت، سنينه تاع الثوم والكمون، فلفل كحل، وخليتها هكا. درت لها فتحات هنايا باش نقليها غير في المقله. ولا هنا اكيد درت شويه تاع لي فخيت باش نرافقوا هذيك الحبه تاع الحوت. قطعتهم وخليتهم هكا في الماء. هذيك الحبه دائما نزيدها باش نشوف اذا ما كفاونيش لي فخيت ديالي نزيد نقطعها، والا كفاتني نخليها في الماء غدوه نطيب بها فطوري. ولا هنا هذه نعتبروها كسلطه ولا مقبله، تقدروا ديروها خاصه اذا جاوكم ضيف يعني نغيروا. هذه السلطه هذه تجي بالباذنجان، هنا شويه زوج حبات تاع الباذنجان، ومي نحيت لهم الزريعه هذيك الزريعه ما نحبهاش انا. درت لهم زوج سنينه تاع الثوم قطعتهم دوائر. هذه الوصفه بالمناسبه نقول لكم شكون اللي علمها لي، علمها لي واحد الانسان عزيز عليا بالبزاف، هو عمي الله يرحمه. البنات تدعوا له كامل بالرحمه، عنده بزاف مليمات، كان عايش في الانجليز، كان عايش تما، ورانا هاد الوصفه. انا كنت جون في هذاك الوقت كي وراهنا من تما، وحنا نعتمدوها في دارنا. جاب لي ربي شافة عند وحده سوريه اذا ما رانيش غلطه. كما قلت لكم واش فيها، فيها يعني ما فيهاش لي ميزور يعني ماشي بمقادير مضبوطه. فوالا ديروا لها النعناع مجفف ولا اخضر، من الاحسن يكون مجفف. وديروا لها الزيت الزيتون ولا ما عندكمش زيت عادي، وديروا لها نص حبه تاع الغارصه عصروها معاها وميكسي وكل. شوفوا البنات تحصلوا على اروع وابن سلطه ذقتها، ذوقوها. انا دوك نميكسيها وندير هذيك الماء الحبيبه تاع الحوت، نقليها ونقلي لي فخيت تاعي. بعد نوري لكم وحشايه واجد. هنا كملت معني كامل تاع كما شفنا القهوه الهيكا تاني تكون طيبت في الكوكوطه البيطراف طيبته نحبو بالبزاف وصحي، مام ولادي يحبوه. نديرو لهم بلا فينيغرات وندير لهم فيه البيض المغلي. ودوكاتيك يعني ولادي كي يشربوا القهوه مرمدوا لي الحاله، الدنيا رجعوها مرمده. قلت نجوز نشاف هكذا باش تقعد لي الحاله نقيه. وتانيت عندي الحوايج دوك ننشرهم، دوك نكمل شغلي ونوري لكم. ولا هنا هاوليك العشاء ديالي بعد اللي طاب. هنا نمد لكم هاد التدبيره، انا كي تكون عندي حبه دوغاد هكا ولا
حوت يكون كبير نقليه بالبابي كويسون في المقلة باش ما يلصقليش في المقلة. هنا هذيك السلطة الباردة تاع الباذنجان هاي ليك، درت سلطة تاع البيطراف مع البيض مغلي شوية زيتون وقليت هادوك لي فخيت. يعني هذا هو كل العشاء تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم لا فيديو، وما تنساوش تروحوا تزوروا قناة ماما وديروا لي جيم لا فيديو، والى فيديو اخر ان شاء الله.